اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض سبحانك يا ربنا لك الحمد بالمحامد كلها سبحانك وبحمدك رب عظيم رب حليم رب كريم سبحانك وبحمدك رب العرش الكريم سبحانك من عزيز لا يضام سبحان الذي ملكه لا يرام سبحان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام نسألك يا قدوس يا قدوس يا سلام يا قديم الإحسان اللهم عفوك ورضاك عفوك ورضاك عفوك ورضاك والجنة والجنة يا عفو يا كريم يا من يحب العفو اعف عنا اعف عنا اللهم أقل عثراتنا اغفر زلاتنا اغفر زلاتنا كفر عنا سيئاتنا يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى يا من قدر فهدى اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت يا رب بارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ربنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا ربنا لا ملجأ منا ولا ملجأ إلا إليك يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب يا ربنا يا خالقنا اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا ربنا كن لنا في كل الأحوال رؤوفا اللهم وكن في جميع الأمور علينا عطوفا اللهم رضنا بقضائك وبقدرك اللهم رضنا بقضائك وقدرك اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند النعماء من الشاكرين وعند لقائك من الفائزين يا رب اشرح صدورنا ارفع ذكرنا ارفع ذكرنا ارفع ذكرنا يا ربنا جئناك في هذه الساعة وأنت مولانا وأنت خالقنا جئناك سائلين رفعنا أيدينا إليك متذللين خاضعين نتوسل إليك نتحنن إليك نتحنن إليك اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا في هذه الليلة من النار سبحانك لك في كل ليلة عتقاء من النار اللهم اجعلنا في هذه الليلة منهم اجعلنا منهم يا رحيم يا كريم
بهم هذه رقابنا بين يديك هذه نواصينا في قبضتك فاعتقها من النار إلهنا ومولانا نطرق بابك في هذا الثلث الأخير من الليل فافتح لنا يا حنان يا منان افتح لنا من خزائن جودك وكرمك ورحمتك وبركاتك ومغفرتك ورضوانك ارض عنا أكرمنا أكرمنا ببلوغ ليلة القدر اللهم إنك سميت نفسك الله فندعوك يا الله وسميت نفسك الرحيم فندعوك يا رحيم وسميت نفسك السميع القريب المجيب اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر وفقنا واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا ممن قامها إيمانا واحتسابا يا الله اكتبنا فيها من السعداء اكتبنا فيها من السعداء من الأتقياء ممن غفرت لهم ذنوبهم ممن استجبت فيها دعاءهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ندعوك بدعاء خليلك إبراهيم اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون اللهم يا كريم يا جواد يا من تعطي بغير عدد ولا حساب اللهم إنا نسألك أن تحفظ جنودنا المرابطين على الحدود اللهم مدهم بجند من جنودك كلهم ناصرا كلهم معينا سدد رميتهم سدد رميتهم احفظهم اجعل عدوهم ونار عدوهم عليهم بردا وسلاما يا من حفظت إبراهيم من لهب النار احفظهم احفظهم من لهب أسلحة أعدائهم اللهم نجهم من كل سوء وأرجعهم إلينا وإلى أهليهم سالمين غانمين لكرمك وفضلك يا رب العالمين إلهنا ومولانا ندعوك لولاة أمرنا اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين اللهم اجعل قوله سديدا اجعل عمله رشيدا إلهنا يا من نصرت الإسلام من قبل بعمر بن الخطاب انصره وأعزه في هذا الزمان بعبدك سلمان بن عبد العزيز اللهم اجعل خادم الحرمين الشريفين قوة ترهب بها أعداء الإسلام اللهم أعز به الإسلام والمسلمين أعز به الإسلام والمسلمين ارفع به راية الدين يا رب وفقه وولي عهده وولي عهده وأمير مكة إلى كل خير وعمل صالح اللهم جازهم على خدمة الزوار والمعتبرين إلى بيتك الحرام اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبارك لهم في أعمارهم وصحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين
إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا، وقفنا هذا الموقف العظيم في هذا الثلث الأخير من الليل، ندعوك يا الله يا الله يا الله، اشف كل مرضى المسلمين. اللهم من كان مريضا من المسلمين اللهم اشفه الليلة، اللهم اشفه الليلة، اللهم اشف كل مرضى المسلمين، اللهم اشف كل مرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم، اللهم أسعد أهلهم بشفائهم. يا رب أنت الطبيب، أنت المعالج، أنت المداوي، اللهم اكتب لكل مريض من المسلمين في هذه الساعة الشفاء يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك ونتوسل إليك يا الله يا الله يا الله، اللهم إن لنا أموات، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لكل أموات المسلمين، اللهم اغفر لكل أموات المسلمين، اللهم إنهم رهناء في القبور، اللهم آنسهم بهذا الدعاء، اللهم آنسهم بأجر هذا الدعاء يا رب العالمين. اللهم نور لهم قبورهم، يسر حسابهم يا رب، افتح لهم في هذه الساعة بابا من أبواب الجنة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنهم عبادك شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم جازهم بهذه الشهادة العفو والعافية، انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود يا رب، إنك غني عن عذابهم، اللهم فاغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، واجعلهم في عليين مع النبيين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم من كان معنا في العام الماضي، اللهم اغفر لآبائنا الأموات، اللهم اغفر لأمهاتنا الميت، اللهم اغفر لأمهاتنا الأموات الذين سبقونا إليك وإلى رحماتك، اللهم اغفر لهم في هذه الساعة ولكل موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا، اللهم لا تفجعنا في أحد منهم في هذه الأيام ولا بعد هذه الأيام، اللهم اجعلنا نختم رمضان معهم ولغنا العيد معهم بسلامة وإسلام وصحة وعافية يا أرحم الراحمين. إلهنا عز جارك، إلهنا ما أعظمك، سبحانك وبحمدك، جاءنا عن حبيبك صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، استجب دعاءنا، استجب دعاءنا. اللهم افتح لهذا الدعاء أبواب السماء بالإجابة، افتح له أبواب السماء بالإجابة يا رب. نسألك في ختام هذا الدعاء، اللهم من كان له منا حاجة فاقض حاجته، اللهم من كان من المسلمين ومن في هذا الجمع له حاجة أو سؤال أو طلب، اللهم واختم مجلسنا وصلاتنا هذه باستجابة دعائه وقضاء حاجته. يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا، اقض حوائجنا، واجبر بخواطرنا، واستجب دعاءنا. إلهنا إن كان من الذنوب من يحجب بيننا وبين الدعاء فإنا نستغفرك منه الآن، اللهم اغفره لنا واستجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.